أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الإمام العارف بالله أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه رأيت رب العزة في المنام فقال لي كل الناس يطلبون مني غير أنك تطلبني نقل أنه قال ذات يوم وصلت إلى دجلة يوما وأردت العبور عليها فإذ التأمت حافة دجلة لأعبر فقلت أنا لا أغتر بذلك فإن الناس يعبرون على دجلة بنصف درهم فإني لا أضيع عمري وحاصله لأجل نصف درهم إني أريد الكريم للكرامة ونقل أنه قال عزمت على أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة الطعام والنساء ثم لما تأملت في ذلك رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سأل من الله تعالى ذلك فأحجمت عنه وتركت السؤال حتى أن الله تعالى كفاني مؤونتهما إلى أني لو رأيت امرأة وحجرا لكانا عندي سواء، ونقل أنه صلى خلف شخص وقته، فلما قضى الإمام صلاته، نظر فرأى أبا يزيد مصليا خلفه، فجاء إليه وقال: يا شيخ، أعلم أن لا كسب لك ولا مال لك، فأخبرني من أين تأكل؟ فقال الشيخ توقف الى ان اقضي الصلاه التي صليتها خلفك فقال الامام ولم يا شيخ قال لانه لا يجوز الصلاه خلف من لا يرى الرزق من الله تعالى ولا يعلم انه هو الرزاق ذو القوه المتين وقال يزورني شخصان يصير احدهما ملعونا والاخر مرحوما قيل وكيف ذلك قال لانه يجيء الي شخص وربما اكون في تلك الحاله مستغرقا في بحر الفكره والمكاشفه فيراني كالمجنون الذي ذهب عقله فيفارقني ويغتابني فيستحق اللعن بذلك ويجيء الي الاخر ويستفيد مني في تلك الحاله ويكون ذلك سببا لاستجلاب الرحمه ونقل انه سمع خطيبا يقرا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره فجر الدم مكان الدمع من عيني واضطرب وضرب نفسه على الأرض إلى أن زال عقله ووقع مغشيا عليه ونقل أنه رآه خادم له في بعض الأيام يرتجف قال لم ترجف يا شيخ قال لا بد من سلوك طريق الصدق ثلاثين سنة ثم كنس المزابل بالوجه ووضع الجبهة على ركبه الاحزان والغموم حتى يعلم سبب تحرك الرجال وتحصيل الوقوف على احوالهم وقال له شخص اصف قلبك ليقول لك شيئا واكلمك بكلام فقال ابو يزيد منذ ثلاثين سنه اسال الله تعالى ان يرزقني قلبا صافيا ولم اجده بعد فكيف يصير صافيا في هذه الساعه ونقل انه قال يظن الناس ان الطريق الى الله تعالى سهل ومضي وانا من سنين سالت الله تعالى ليهون علي هذا الطريق قدر رسم ابره ويفتح علي منه شيئا يسيرا ونقل انه اذا لم يصل اليه في بعض الايام بلاء كان يقول الهي رزقتني الخبز فارزقني الادام وكان يعني البلاء ونقل انه قال نودي في سري يا ابا يزيد خزائننا مملوءه من الطاعات المقبوله والعبادات المحموده فان كنت طالبا لنا فاعمل عملا لا يكون عندنا ولا يكون لنا فقلت وما ذلك يا رب قال العجز والاضطرار والضراعه والانكسار وقال متى ما يجيء إلي مريد فلا بد وأن أتنزل له من مقامي لأرشده. ونقل أنه إذا تكلم في صفات الله تعالى كان ساكنا مطمئنا. وإذا تكلم في ذات الله تعالى تحرك واضطرب. وقال بحضرته شخص العجب ممن يعرف الله تعالى كيف يعصيه فقال ابو يزيد العجب ممن يعرفه ويطيعه اي اذا عرفه وغرق في بحار معرفته تحير ودهش ولا يبقى له عقل ولا شعور ولا رسم ولا اثر فكيف يطيعه؟ وذلك مثل تحير نسوة مصر في جمال يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى قطعن أيديهن ولم يشعرن. ونقل أنه قال: ذهبت إلى الكعبة حرسها الله تعالى أول مرة، فرأيت البيت، ثم ذهبت ثانية، فرايت البيت وصاحبه وثالثا رايت صاحب البيت ومعنى ذلك ان الله تعالى قد تجلى له في المره الثالثه تجليا اضمحل في ذلك التجلي البيت وغيره ثم قال وصرت ملتذا محفوظا من ذلك التجلي ولم يبق لي التفات الى البيت ولا شك ان هذا مقام الخواص الذين غرضهم ومقصودهم من قطع البوادي والفيافي ليس الا الكشف والمكاشفه والمشاهده في الكعبه المعظمه لا مجرد زياره البيت فانه يقنع به العوام الذين لا معرفة لهم سوى ذلك والله تعالى أعلى وأعلم ولقد قيل جاء إليه شخص يطلبه فقال أبو يزيد رضي الله عنه وأنا أيضا أطلب أبا يزيد منذ ثلاثين سنة ولم أجد وقيل له أخبرنا عن مجاهداتك قال اما المجاهده الكبرى فلا تطيقون استماعها واما من الصغار فاني امرت نفسي شغلا فما وافقتني فمنعتها الماء سنه كامله وقيل كان استغراقه الى حد كان له خادم يخدمه وقد صاحبه عشرين سنه وما فارقه قط وكان كل ما يرى يساله عن اسمه فقال له الخادم في بعض الايام يا شيخ اتستهزئ بي اني لازمتك مده كثيره وانت كل يوم تقول ما اسمك فقال لا استهزئ ولكن جاء اسمه ومحى جميع الاسماء عن لوح قلبي فإني أحفظ اسمك لكني أنسى نقل أنه قيل له بما وصلت إلى هذا المقام وأدركت المرام قال خرجت إذ كنت صبيا في بعض الليالي المقمرة إلى الصحراء ورأيت العالم قد سكن واطمأن ونظرت الى باب عظمه الله تعالى ورحمته فاذا هو مفتوح ووجدت عظمه رايت ثمانيه عشر الف عالم في جنبها اقل من ذره فحصل لي حال وغلب علي وجد قلت الهي باب بمثل هذه العظمه ويكون خاليا ومنزله على هذا الارتفاع والتعالي ويكون مخفيا فصاح هاتف وقال ليس الخلو لانه لا يتوجه الينا احد ولكن لان لا نرضى الا بمن يليق ببابنا وليس كل احد يليق به فقال ابو يزيد خطر ببالي ان اسال جميع الخلق لاني ما رايتهم في جنب تلك العظمه الا كمقدار ذره لكن قلت هذا المقام انما هو لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فراعيت الادب فسمعت خطابا مضمونه يا ابا يزيد برعايتك هذا الادب رفعنا ذكرك لذلك تسمى وتدعى الى يوم القيامه سلطان العارفين ولقد حكيت هذه الحكايه في مجلس الامام ابي نصر القشيري رضي الله عنه فقال بهذه الهمه نال ابو يزيد ما نال وحكي انه كان يصلي ليله صلاه العشاء وكلما كان يصلي اربع ركعات يستانف اربعا اخرى ويقول الهي هذه انما تليق بابي يزيد لا بجنابك إلى أن طلع الفجر وما صلى الوتر بعد ثم قال إلهي التاركون للصلاة كثير فعد أبا يزيد منهم فإني اجتهدت أن أصلي صلاة لائقة بك وما قدرت عليها بل صليت صلاة لائقة بي ونقل أنه قال: بعد الرياضة والمجاهدة أربعين سنة رُفع الحجاب، وحصل لي مقام الكشف والشهود، فشرعت في التضرع، وطلبت مقام القرب، فورد خطاب وقيل لي: يا أبا يزيد، لك كوز وفروة عتيقة. ومع ذلك ترجو مقام القرب فطرحت الكوز ورميت الفروه فنوديت يا ابا يزيد قل لجماعه المدعين ان ابا يزيد مع كثره رياضته ومجاهدته لم يحصل له مقام القرب بسبب ان كان له كوز وفروه فتركهما ثم وصل الى القرب المقصود فكيف يكون حالكم مع كثره خلافكم ودعواكم وجعلكم الطريقه شركا للهوى فحاشا ان يكون لكم وصول اليه ونقل ان شخصا كان ينتظر ابا يزيد في ليله الى الصباح لينظر ماذا يفعل ففي السحر قال مرة: الله! ثم سقط مغشيا علي، وجرى الدم عنه، وبعد ذلك قال: قيل لي: من أنت حتى تجري حديثنا على لسانك؟ ولقد أُنشد في هذا المعنى بيتان: "ما إن ذكرتك إلا هم يلعنني" قلبي وسري وروحي عند ذكراك كأن ثم رقيبا منك يهتف بي إياك ويحك والتذكار إياك. نقل أنه رحمة الله عليه كان في ليلة من الليالي قائما على رؤوس أصابع الرجلين من اول الليله الى اخرها وكان الدمع يسيل على الارض وشخص من المريدين مطلع عليه وكان يترقبه الى الصباح متعجبا من حاله ومتحيرا في شانه فلما اصبح قال الخادم يا شيخ وجدتك البارحه غريقا في بحر الوجد واريد نصيبا من ذلك فقال ابو يزيد في اول قدم خطوت وصلت الى العرش فقلت يا عرش اخبرني فان الله تعالى قد اخبر منك حيث قال الرحمن على العرش استوى فقال العرش يا ابا يزيد انت حدثني فان الله تعالى قال انا عند المنكسره قلوبهم والمندرسه قبورهم ثم قال ابو يزيد سبحان الله اهل السماوات يطلبون ويسالون من اهل الارض واهل الارض من اهل السماء والشبان من الشيوخ والشيوخ من الشبان ثم قال وصلت الى مقام القرب والشهود فخوطبت سل فقلت ليس لي سؤال ولا اراده ثم قال لي سل قلت لا اسال الا اياك قيل ما دامت ذرة من وجودك باقية، هذا السؤال منك محال، دع نفسك وتعال. قلت لا أرجع عن هذه الحضرة، بغير نصيب للأصحاب والإخوان. ويناسب هذا المقام ما أنشد. شربت شرابا طيبا عند طيب. كذاك شراب الطيبين يطيب شربنا واهرقنا على الارض كاسنا وللارض من كاس الكرام نصيب فقيل وما مطلوبك ومرادك قلت ان ترحم على جميع الخلائق من عبادك المؤمنين قيل انظر الى وراءك فنظرت فما رايت احدا من المسلمين الا وله شفيع ورايت الله تبارك وتعالى ارحم واراف واشفق عليهم مني فسكت حينئذ وقلت يا رب ارحم ابليس فقيل تهجمت هو في النار وتليق به النار أن تجتهد لئلا تصير لائقا بالنار نقل أنه كان إذا التمس منه دعاء كان يقول إلهي أنت خالق له وهو مخلوق وعبد لك فمن أنا ليكون واسطة بين السيد وعبده ثم يقول لأنه تعالى عليم لا يخفى عليه شيء من السرائر. فما لي وهذا التهجم والتوسط بين السيد وعبده؟ ونقل أنه جاء إليه شخص وقال: علمني شيئا يكون سببا لنجاتي. فقال: احفظ حرفين من العلم، واعلم أنك لا تحتاج بعدهما إلى شيء. اعلم ان الله مطلع عليك ويراك وعملك ونقل انه كان يمشي في طريق ويمشي خلفه شخص كلما يرفع الشيخ قدمه يضع هذا الشخص قدمه في موضع قدمه فالتفت اليه الشيخ وقال يا فلان لا تتبع المشايخ كذلك فقال ذلك الشخص: أعطني فلقة من فروتك أتبرك بها. فقال الشيخ: لئن لبست جلد أبي يزيد لا ينفعك إن لم تعمل بأعماله. ونقل أنه رأى في غلبات الشوق شخصا أشعث متغير اللون رثيث الوضع يقول: إلهي انظر إلي. فقال له الشيخ انت على هذا الحال وتسال الله تعالى ان ينظر اليك قال الشخص نام ليحسن حالي ويكمل جمالي فطاب وقت الشيخ وقال انت اصدق في هذا المقال مني نقل انه قال قطعت سبعين الف زنار وبقي زنار واحد فما قدرت على قطعه فتضرعت وقلت الهي ارزقني قوه اقطع هذا ايضا فسمعت صوتا يقول يا ابا يزيد حللت الزنانير كلها وانت لا تقدر على قطع هذا بل هو مفوض الينا ونقل انه قال قرعت باب الحق بكل يد وما فتح لي الى ان قرعته بيد قبول البلاء فانفتح وسالت الدخول في باب القرب بكل لسان فلم يؤذن لي الى ان سالت بلسان الحزن وسعيت في هذا الطريق بكل قدم فما بلغت الى باب العزه الى ان سعيت بقدم الذل ونقل انه قال: كنت ثلاثين سنه اقول الهي افعل بي كذا واعطني كذا فلما وصلت الى اول مقام المعرفه قلت الهي كن لي وافعل ما تريد ونقل انه قال قلت في المناجاه كيف الوصول اليك فسمعت قائلا يقول طلق نفسك ثلاثا ثم قل الله ونقل انه قال ان طلب الله تعالى مني يوم القيامه حساب سبعين سنه انا اطلب منه تعالى حساب سبعين الف سنه حيث قال قبل سبعين الف سنه الست بربكم واوقع عالم الارواح في الاضطراب من هذا الخطاب الى الابد بل امتلات السماوات والاراضون شوقا من هذا الخطاب قال ثم سمعت خطابا يا ابا يزيد يوم القيامه اقطع اعضاءك ذره ذره وارزق كل ذره منها بصرا ينظر الى جمالي واقول هذا حاصل حساب السبعين الف سنه ونقل انه قال لو فتحت الثمانية ابواب الجنه في حجرتي ويقطع لي ملك العالمين. لا يساوي جميع ذلك بآه واحد طلع مني في سحر على غلبات الشوق حين ذكرته من صميم القلب. بل لا اعطي نفسا تنفست به مع ذكره بثمانية عشر ألف عالم. ونقل أنه قال إن لم يرزقني الله تعالى النظر إلى جماله ووجهه الكريم في جنة عدن التي وعدها للمتقين أندب وأبكي وأنوح حتى ينسى جميع أهل النار رقة على عذابهم في النار وقال إن الذين كانوا قبلنا نزل كل منهم الى شيء واما انا فلا انزل الى شيء سواه وفدته نفسي بالكليه وقال توجهت الى الخلق اربعين سنه ودعوتهم الى الحق فما اجابني احد منهم ثم اعرضت عنهم وتوجهت الى الحق فوجدتهم قد سبقوني الي ومعنى ذلك اني رايت عنايه الله تعالى في حقهم اكثر من عنايتي فيهم وقال عكفت على هذا الباب سنين كثيره فما صار نصيبي عاقبه الامر الا الهيبه والحيره وقال وصلت الى باب العزه والعظمه فلم أجد هناك ازدحاما، لأن أهل الدنيا كانوا مشغولين بالدنيا، محجوبون عن الآخرة. وأهل الآخرة كانوا مشغولين بالآخرة، وأهل الدعوى بالدعوة. ووجدت أرباب الطريقة والتصوف غرقى في بحار العجز. وقال كنت طائفا بالبيت زمانا. فحين عرفت الله تعالى ووصلت إلى قاف القرب وجدت البيت طائفا بي وقال كنت أطلب قلبي ثلاثين سنة ثم سمعت في سحر النداء يا أبا يزيد ما لك تطلب غيرنا فما لك والقلب وقال يرزق المريد حلاوة في الطاعة، فإذا فرح بها يصير فرحه حجابا له من قربه. وقال التوبة من المعصية واحدة، ومن الطاعة ألف، وكان يعني أن العجب في الطاعة أقبح من المعصية. وقال كمال درجة العارف احتراقه في المحبة. وقال ان لله عبادا ان عرضت عليهم الجنات الثمانيه مع زينتها وحورها وقصورها تضرعوا وجزعوا واستغاثوا كما يستغيث اهل النار من النار وقال العابد بالحقيقه والعامل بالصدق من رفع بسيف المجاهده رؤوس جميع مراداته وتلاشت واضمحلت شهواته ومنهياته في محبه الله تعالى ثم لا يحب الا ما احب الله ولا يتمنى الا ما اراد الله تعالى وقال ان الله تعالى بسبب رضائه يعطي عباده الجنه ثم قال اذا رضي الله تعالى عن احد فما له بعد ذلك والجنه ان ذره من حلاوه المحبه والمعرفه خير من الف حور وقصور في الفردوس الاعلى وقال علم التوحيد يعجز كثيرا من الرجال ويجعل كثيرا من العاجزين رجالا وقال ان قدرتم فارجعوا الى فنائكم الاول حتى تصلوا الى سر هذا الحديث والا فصلاحكم وزهدكم هباء تكيلونها وقال الدنيا لاهلها غرور في غرور والاخره لاهلها سرور في سرور ومحبه الله تعالى لاهل العرفان نور على نور وقال العارف اذا سكت يكون مراده ان يتكلم الحق واذا غمض عينيه يكون مقصوده انه اذا فتح نظر الى وجهه الكريم واذا وضع راسه على ركبتيه يحب الا يرفع الى ان يسمع صوت اسرافيل وذلك لغايه انسه بالله تعالى وقال علامه معرفه الله تعالى الفرار من الخلق والسكوت في معرفته وقال من ابتلي بالخلق فانه لا يبخل عليه بالمملكه وهو حينئذ لا يقنع بالعالمين وقال العشق اذا دخل لا يترك في القلب ما دون الحق وقال غدا يوم القيامه يؤذن الخلق لزياره رب العالمين ثم تعرض عليهم صور في الطريق فمن اختار صورة منها يمنع عن الزيارة. وقال لا يكون شيء للعبد خيرا من ان لا يكون له شيء، لا زهد ولا علم ولا عمل. فإذا لم يكن له شيء، يكون الكل له. ومعنى ذلك، ان لا يكون له شيء في حد ذاته. بل يكون زهده لله تعالى وعلمه وعمله لله تعالى ولا يكون له نظر ولا ابتهاج ايضا اليها فاذا كان كذلك لا شك يكون الكل له وينفعه وقال يستحيل ان يعرف الله تعالى احد ولا يحبه ولله عباد لو حجبوا منه ساعه في الدنيا او في الاخره لما عبدوه ولا اطاعوه قال لانهم لو حجبوا عنه طرفه عين فنوا ومن فني وعدم تلاشى وهلك ولا يبقى له اسم ولا رسم ولا اثر فكيف يعبد الله تعالى ويطيعه ومن عرف الله تعالى لا يفتح لسانه بذكر غيره واقل شيء يجب على العارف ان يهلك ويصرف جميع شيء له في طريقه من المال والملك وان الحق هو هذا لان جميع ما في الدنيا والاخره بالنسبه الى شعاع من اشعه محبته يعد قليلا وانما ثواب العارف من الله تعالى انما هو الحق تعالى وتقدس وقال لو كان من فوق العرش الى ما تحت الثرى مع مائه الف ادم بذرياتهم واتباعهم ونسلهم ولا يعد ولا يحصى ومائه الف ملك مقرب مثل جبريل وميكائيل عليهما السلام يدخل زاويه من زوايا قلب العارف لا يدركهم ولا يحس بهم في جنب معرفه الله تعالى ولا يظنهم موجودا مع وجود الله تعالى ولا يشعر بدخولهم وخروجهم وان كان على خلاف ذلك يكون مدعيا لا عارفا وان ظهر المعروف للعارف والعلم للعالم يقول العارف هو ويقول العالم انا ومعنى هذا الكلام ان العارف اذا غرق في بحر المعرفه وهلك بنفي ذاته ويثبت ذات الحق وينظر الى الله تعالى ولا ينظر الى نفسه اذ لا يبقى له حينئذ وجود وذلك كما اذا اشرقت الشمس لا يبقى للكوكب نور ولا ضياء ولا وجود في الحس فحينئذ يقول هو لا انا اما العالم فهو الذي لم يبلغ الى هذا المقام وله نظر الى نفسه ويرى وجود نفسه لذلك يقول انا فالاول في المحو والثاني في الاثبات وقال لا خطر ولا قدر للجنه عند اهل المحبه هم في النوم واليقظه مشغولون بالطلب لا يفترون منه طرفة عين ومع هذا لهم فراغة عن الطلب أيضا وذلك لغلبة المشاهد عليهم فإن في مقام المشاهدة إذا نظر العاشق إلى طلبه يكون خسرانا عظيما بل يجب أن يكون نظره في تلك الحالة إلى جمال معشوقه وقال ان الله تعالى اطلع على قلوب اوليائه وعلم ان بعضها لا يطيق حمل المعرفه فجعله مشغولا بالعباده وما كلفه لحماله المعرفه ولا يحمل احمال الحق الا من ذلل نفسه بالمجاهده والرياضه وقال ليت الناس يعرفون انفسهم فان ذلك يكفيهم وقال اجتهد ان تجعل لك ساعه في جميع عمرك لا ترى فيها غير الله تعالى ثم اجتهد ان يمضي عمرك كله بهذه الصفه وقال علامه محبه الله تعالى للعبد ان يعطيه ثلاث خصال سخاوه مثل سخاوه البحر وشفقه كشفقه الشمس وتواضع كتواضع الارض وقال الحجاج بالبيت يطوفون حول البيت ويسالون البقاء والعارفون بالقلب يطوفون حول العرش ويسالون اللقاء وان في العلوم علم لا يعلمه العلماء وفي الزهد زهد لا يعلمه الزهاد وقال صحبه الاخيار خير من عمل الخير وصحبه الاشرار شر من عمل الشر ويمكن ان يعمل في المجاهده كل عمل ثم يرى ذلك بفضل الله تعالى لا من فعل نفسه ومن عرف الله تعالى لا يحتاج الى السؤال ومن لم يعرف لا يفهم كلام العارفين وقال العارف من لا يكدر مشربه شيء بل ان وصل اليه كدوره تصفو عنده وقال نار العذاب انما يكون على من لا يعرف الله تعالى فاما من عرف الله تعالى يكون هو عذابا على النار وقال يدخل كل يوم في هذا الطريق الف رجل فاذا امسوا لا يكون لهم ايمان ولا لهم علم شيء من العرفان وقال كل شيء يحصل للعارف انما يحصل بقدمين قدم على نصيبه وحظه من الدنيا وقدم في طريق عباده الله تعالى وتحصيل اوامره ثم يرفع الاولى ويثبت الاخيره وقال من ترك الهوى وصل الى الحق بلا كيف ومن وصل الى الحق يحصل له كل شيء ويكون له كل مكان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا انت التواب الرحيم اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا تغلطه المسائل يا من لا يتبرم بالحاح الملحين اذقنا برد عفوك وحلاوه رحمتك اللهم فرج عن امه حبيبك محمد اللهم اصلح امه حبيبك محمد اللهم ارحم امه حبيبك محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين